السلام عليكم. طبعا مما يميز شركة دي اكس ان انك تجد فيها اخ عزيز صديق قديم كنت تتناصح معه وتتواصل معه بالخير وفعل الخير، طبعا بالضروري يكون هذا الاخ ايجابي، تتفاجأ انك تجده في مضمار شركة دي اكس ان وقد سبقك وحقق نجاحات. هذا مما يؤكد بان مضمار دي اكس ان هو مضمار ناجحين ومضمار شحذ الهمم. فطبعا وصيتي هو التعرف على فرصة شركة دي اكس ان لتتشارك النجاحات مع شركاء النجاح اعضاء شركة دي اكس ان واعضاء جروبنا الحلو. الله يبارك فيكم، طبعا مميزين، صلى الله عليه وسلم يبارك فيهم. امين يا رب. الله يبارك فيكم. صهيب ابو يحيى لمن لا يعرفه شكلا في جروبنا الحبيب اللي ما شاء الله مجتهد مجتهد. هذا أنا أخوكم فتاح راشد مين فتاح دكسن وأنا صهيب أبو يحيى، اثنين ناجحين إن شاء الله بإذن الله كلنا، والتقينا في دكسن لأن الثراء الاجتماعي كما هي وعدتنا، والتقيت في أشخاص عرفهم عبر الجهاز وأشخاص عبر الشاشات التقيت فيهم، وما شاء الله من 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 أروع الناس على الحقيقة كما هم على خلف الشاشات، يعني ذهب أخلاق وأدب وهمة واجتهاد. أوصيكم في خير هذا الإنسان، يعني ما شاء الله حاضر. عطنا ظهرك، عطنا ظهرك. الله يعطيكم العافية يا رب.